ومثل ما كنا بأول فقرتنا عم نحكي فقراتنا عم نحكي عن الشعر، عن النحت، عن الفنون بشكل عام، أيضا رح نكفي بنفس السياق والروح لفن التمثيل والدراما، المسرح والسينما. واليوم نحن عنا مواهب جدا جميلة بحاجة للإضاءة عليها، بحاجة دائما للدعم لحتى تفرجينا شو عندها من مواهب. ونحن اليوم كإعلام مهمتنا الإضاءة على جميع المواهب الشبابية. اليوم ضيفنا هو السيد فراس علي، حضرته ممثل وهو من خريج الجامعة العربية الدولية قسم الفنون المسرحية دفعة مصطفى العقاد، وخريج العرض المسرحي سفر برلك. كان له بعض التجارب بالمسرح والسينما من خلال المهمات، وأيضا اليوم عم يشتغل على مشروع التخرج. يا فراس أنت اليوم حتخبرنا عنه أكثر. بدي صبح عليك وإلك يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين وصباح الكادر، أهلا وسهلا. صباحك أهلا وسهلا فيك. دائما في أشخاص بيكون عندهم شيء موهبة قبل مرحلة الدراسة، وفي أشخاص ببلش دراسة بالمجال اللي بتحبه بعدين بتنطلق بهذا الشيء. تحكي لنا عن هي الموهبة، إمتى بلشت أو بعد قبل ما تبلش فيها دراسة أو بعد أو يمكن من عمر صغير؟ هلأ بصراحة الموهبة أنا ما كنت لسه مكتشفها بذاتي، يعني لما كنت صغير ما كنت مكتشف هاي المقومات أو هاي الأدوات عندي. يعني مثل أي طالب أتممت مرحلة الدراسية وأخذت الشهادة الثانوية، وهيك فجأة يعني حسيت أنه لازم أكون بمجال غير مجال دراسة ومحاضرات وهيك قصص. يعني فهيك خطر ببالي أنه قدم المعهد العالي للفنون المسرحية، وفعلا رحت أخذت الشهادة وقدمت الأوراق وأخذت موعد. وطبعا انا لسه هون ما كنت بعرف ابدا شيء، يعني ما كنت بعرف شو بدي اساوي او كنت كيف بدي اهل هي الادوات او كيف بدي ادرب ادواتي لحتى فوت لدراسه التمثيل. فرحت على الامتحان، بصراحه تفاجأت جوا اجواء غير متوقعه، يعني ما كنت مهيئ، ما كنت سائل قبل، ما كنت مدرب ادواتي صح. ف بعد فترة بعد ما سويت الفحص طلعت نتائج أسماء المقبولين للمعهد، طلعت هيك ما اسمي مو موجود بيناتهم. صدمة. فصفنت هيك بيني وبين حالي، قلت لا أنا يعني أنا بطبيعتي بشخصيتي بحب أتحدى نفسي كثير، بحب التحدي. حلو التحدي. كثير. فقلت أنا يعني خلق تحدي بيني وبين نفسي إنه أنا بدي فوت لهي المهنة، بدي أدرس هي المهنة. بلشت من وقتها ابحث، اقرا، تابع عروض مسرحيه، اسال انه كيف ممكن انا مرن ادواتي، كيف ممكن انا ساعد اني انا فوت لهي المهنه، لانه هي مهنه دراسه صعبه كثير وبدها مقومات، لانه هي تماما. فتعرفت على بعد ما يعني حضرت عروض واهلت ودرست، تعرفت على الاستاذ الراحل فنان رضوان جاموس الله يرحمه، هو من خريجي الدفعه الاولى بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسنة 82. تعرفت عليه وبلشت أتدرب معه ويساعدني على الدخول هي المهنة. فقال لي كلمة بصراحة، قال لي ما رح أكون مجامل لك، قال لي لو شايف فيك أنه أنت مانك أهل لتفوت لهي المهنة بقول لك ما تروح. فالحمد لله يعني دعمني، وكان الدعم الكبير من الأهل أكيد. فسمعت انه الجامعه العربيه الدوليه فاتحه باب للترشح او لدخول قسم الفنون المسرحيه والاخراج السينمائي، فرحت قدمت ورقي وعملت فحص قبول الحمد لله. انقبلت بالجامعه العربيه الدوليه، والحمد لله تخرجت هلا من العرض المسرحي. مبروك. الله يبارك. مانك جايب حلوان اليوم مره ثانيه. مره ثانيه. اليوم عم نحكي عن جامعه، دراسه 4 سنوات، مهارات، ادوات، تدريبات مستمره يعني، وطموح وشغف عند الشباب والصبايا. خبرنا اليوم فراس، كيف كان تعاملك مع المهمات الدراسيه اثناء دراستك بالجامعه؟ تمام، سؤال حلو. هلا هي المهنه تحديدا دراستها تختلف عن دراسة الأفرع الثانية، يعني مثلا هي ما أنا أنه والله بجيب محاضرة مثلا مثل فرع الحقوق أو اقتصاد أو أي فرع ثاني بجيب محاضرة وبروح بدرس بالبيت، لا هي مهنة بتعتمد على التراكمات. يعني أنا لما بفوت يعني هي جو جديد، بدي أتعرف على الشركاء، بدي أخش بالشريك، بدي أتعرف، بدي يصير يعني بمثابة أخ أهل عم بتعاطى أنا وياه بالروح، يعني في بدي اسوي انا اياه مشهد، فبده يفهمني، بدي افهمه، بدي
استوعب المكان، استوعب أنا وين، أفصل أنا كل حواسي عن برا وفوت أنا شخص تاني لجوا. فهي هي وكمان المهمات، يعني المهمات الدراسية كل مهمة بتلاقي مثلا مهمة جديدة مختلفة عن الثانية، بس هي عم تكمل تماما هي ركيزة لشيء ثاني، الأولى ركيزة للثانية. تمام. هلا كثير اشخاص يمكن التمثيل بيكون عندهم فقط موهبه، ممكن ما يكونوا دارسين هذا الشيء، من خلال تجربتك انت بتشوف التمثيل هو موهبه ام دراسه ام الاثنين بيكملوا بعضهم؟ والله بصراحه الاثنين بيكملوا بعضهم. يعني هلا في كثير اسماء كبيره بنعرف نحن بالوسط الفني ما مخرجين، تمام، يعني واسماء متعدده كثير عملاقه مثل الاستاذ خالد تاجا، استاذ بسام كوسا، هي اسماء يعني ما شاء الله، يعني ما فينا نحكي عنها، هي اساتذتنا وبار يعني. بس لا انا بشوف اثنين بيكملوا بعضهم، بس هن تعبوا، هن قرأوا، هن بحثوا، هن اجتهدوا كثير، يعني تعبوا. صحيح. يعني كمان دراسة مستحيل تجي اذا ما في ممارسة، ما في قراءة، ما في حضور، ما في كاريزما اكيد. تمام. اليوم تمام. يعني وخصوصا الفنان الدراما يعني يا بيدخل قلب المشاهد او بتحس انه هو عمل بلوك فورا يعني، فاليوم بحاجه نحن للموهبه مع الدراسه الاكاديميه لثقل هي الموهبه. اليوم لبين ما جهزوا لنا الشباب بالكنترول كليب التخرج، خلينا نحكي عن فكره المشروع. طيب خلونا نروح نشوفه فراس ونرجع لنحكي نحن وانت عن هذا المشروع. أوكي. الجميل انا عم اقول جميل يعني من عندي بس أكيد كيس جميل يعني ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. تفضلوا. شاطر بالدبكة في راس. ايه على الاول. كنا عم نشوف اليوم لقطات كليب من مشروع التخرج، ونحن عم نحكي عن فترة الاحتلال العثماني والسفر برلك ضمن حفل او مشروع تخرجك، نتوسع اكثر بهذا المشروع. تمام. هلا هو السفر برلك يعني هي كلمة تركية يعني النفير العام، هي صارت بفترة 1914 لايام الحرب العالمية الاولى. فكان وقتها جمال باشا هي اول شيء النص للكاتب الراحل ممدوح عدوان سفر برلك. تمام. هو كتب هذا النص يعني من اخذ وثائق من فلاحين القريه، هي بتحكي عن احداث دير ماما بريف مصياف، فاخذ الوثائق من فلاحين واعتمد على قصيده كتبها احد المشايخ، فكان هن يعتبروا انه المشايخ هن مصدر موثوق يعني. فهي كان بمثابه العمود الفقري للنص، كان ياخذ كل جزء ويكتب منه مشهد. نعم. في بعض الشخصيات موجوده فعلا كانت بالحقيقه، وكان بعض الشخصيات كتب من وحي خياله. طبعا النص اول ما طرحه بنوجه له تحيه الدكتور عجاج سليم رئيس قسم الفنون المسرحيه، كنا نسميه الاب الروحي، يعني هو
كثير سعدنا لما عرفنا انه نحن بدنا نتخرج بعرض مسرحي سفر برلي، لانه هو بصراحه نص صعب وبده كثير شغل، وهو جامع مو بس تمثيل، هو جامع كل انواع المسرح من موسيقى لرقص رقص شعبي تماما لغناء، فهو مثل ما بيقولوا المسرح ابو الحرف او ابو الفنون، فهو جامع كذا فن. فكان عرض ممتع يعني وصعب، اخذ يعني فتره منيحه، و يعني الحمد لله طلعنا بعرض ان شاء الله يكون عجبكم مع الزملاء، يعني بوجه لهم لأولاد دفعتي تحية كمان. نحترم نحن كل تعب اليوم في راس لأي أكيد. موهبة إن كان شاب أو صبية، يعني نحن بنشجع بالنهاية. أكيد أكيد. اليوم في راس أي حدا بيوصل لهي المرحلة، مشروع التخرج أو يوم التخرج هي تعب سنوات تمام. حضرتك ذكرت أنك أنت تحديت ذاتك تمام. أكيد في أشخاص كمان يمكن خلوك توصل لمرحلة التحدي، يمكن أنت لا أو ما تفوت هذا الشيء، كمان هدول الأشخاص قديش بيعطونا دفع إيجابي وقديش مهم أنه نستثمرهم اليوم؟ كتير في أشخاص بالحياة عن جد، خصوصا هي المهنة هي مهنة، يعني بيقولك أنه هي حقل الألغام مثل حقل الألغام المهنة تمام. فأنت بدك تكتشفي، أنت يعني بدك مثل بدك تقوي قلبك لحتى تفوتي لهي المهنة، مهنة اكتشاف، يعني مهنة اكتشاف شخصيات، اكتشاف مجتمعات. أنت بتقرأي مثلا، بتفتحي كتاب تقرأي مسرحية بتروحي لعالم تاني من خلال المسرحية، يعني بدك كتير تبحثي، بدك كتير تشوفي صحيح. تفهمي، يعني متعبة بصراحة كتير، بدك دائما مخك على طول 24 دائما. فراس بيقولوا انه مثل ما ذكرت حضرتك المسرح ابو الفنون، واي اليوم نجم يعني نجم اول بتتناقش معه بيقول لك انه انا عشقي المسرح رغم ابتعاده عن المسرح، يعني ولظروف كثير، يعني وخاصه اليوم خلال السنوات الماضيه كان الابتعاد خلينا نقول قسري بسبب الظروف اللي كانت في سوريا، ولكن اليوم بيرجع بحن باللحظه للوقوف على خشبات المسرح. اليوم فراس وين بتشوف حالك؟ هل بتشوف انه انت اليوم رح تقضي سنوات قبل ما تدخل عالم الدراما على خشبات المسرح لتقدر تتمكن وتمتلك ادوات بشكل صح؟ تمام. هلا والله ما في ممثل تسالي اكاديمي او منجم او ممثل دراما ما بيقول لك انه لحظه على المسرح مثل بمثابه 10 اعمال دراميه، يعني ما في اعاده، لانه انت مباشر قدام الناس، مباشر يعني مباشر قدام الناس، احساسك موجود، ما بده ينقطع الاحساس، في خط ماشي، يعني الغلط صار غلط صار خلاص، ما في مثل بيقول غلطة بكفرة. فما في يعني ما في واحد يتراجع ابدا. فالمسرح كثير بيخلي الممثل يملك ادواته بشكل كثير كبير، من صوت، من جسد، من احساس، من كل شيء. فبالفعل هو ممتع وصعب. خلينا نروح نرجع هيك شوي للأيام الدراسية وتدريبك بهذا المجال، يمكن ذكرنا التحديات والمعوقات اللي بتواجهنا، يمكن في لحظات تمرق عليك أنه أنت صار معك أي شيء أنه حسيت أنت ما بقى فيك تكمل للحظات معينة بترد بترجع في شيء رجع دفعك لهذا الشيء، تحكينا عن هيك شوية مواقف خلتك ترجع تعطيك دفع إيجابي. تمام. هلأ خلال الدراسة احيانا مثلا بواحد عن جد بتواجه صعوبات، او مثلا بينفر من شيء معين، صار مشكله معينه، صار لحظات بتحس حالك تعبت تماما، احيانا هيك بتخف طاقته كثير، بيحس حاله انه والله احيانا للحظات على فكره بصراحه بيفكر واحد يترك بيفكر يترك يا ما فكرنا تماما، يعني واحد بيفكر يترك انه هين انه انا لوين رايح، انا يعني كثير صعبه وما بعرف وين بدي اروح، بس لا بلا لحظه بعدين بترجعي بتحطي راسك على المخده بتقولي لا بكره رح اقوم اشتغل على المشهد. شو اللي بيخليك ترجع تقوم من اول وجديد؟ والله هي الشغف بصراحه من جوا، في شيء من جوا، يعني الاحساس اللي جوا مستحيل يتغير، قد ما تغيرت الظروف حواليك قد ما عانيتي بيضل في احساس جوا تمام، فهذا ما بيتغير، هذا اللي بيخليك تندفعي. والاهل يمكن لهم دور كبير بهذا الشيء كمان. اكيد اكيد الاهل، يعني اكيد لهم دور الاكبر، يعني دافع الاهل ممكن اتصال معين من الوالده تحكي معي تقول لي شو كيفك شو عم تساوي، قال لي هيك هيك هيك، قال لي ما في مشكله تمام، تعطيك طاقه تماما. ثاني فبنفس اللحظه بتتغير النفسيه اكيد تمام. الاشخاص الشركاء الزملاء خلال المهنة، يعني خلال السنوات الدراسية في كتير شركاء كمان لهم كتير يعني دور كبير، لأنه هن المساحة الكبيرة لهم بتكون، لأنه أنت يعني كنا نحن نطلع الصبح
للجامعة من 8 تقريبا ما نرجع بالليل 9 8 9. فطول وقتك انت مع شركائك مع اولاد دفعتك، فهن كمان لهم دور كثير كبير. اكيد فراسك بسؤال اخير اليوم، وقت بنقول فنان ادوات، يعني اليوم عم نحكي عن كاريزما، عم نحكي عن حضور، عم نحكي عن خفه الدم، قد ايه اليوم الفنان مفروض يحافظ على عفويته وتلقائيته مع الناس؟ يعني صح هو عم يشتغل بمهنه التمثيل، بس ولكن ليس التمثيل الداخلي يعني على الناس. تماما. التمثيل يعني الممثل بس يفقد عفويته يعني جد بيصير كذاب، بيصير كذب بيجر كذب. فكتير ضروري يحافظ على عفويته. انت عم تعيش حياة دائما. الدكتور كان يقلنا او الاساتذه كلهم انه عيشوا حياة، انت عم تعيش حياة، انت عم تعيش شخصيه من لحم ودم، عم تحس يعني هالشخصيه مو والله مجرد عم تقول كلام، لا هالشخصيه شعرفيه تحسها تماما، ممكن يوجع ظهره بلحظه. ممكن تحس انه انت عن جد تماما تماما انا الشخصيه شخص. يعني يعني انت عم تجيب الشخصيه لكيانك. صحيح. انت والشخصيه سوا عم تعيشها لهي الشخصيه تماما. اكيد بس تروح العفويه ويروح وتروح المصداقيه بيصير في كذب كثير. ولحتى واحد يحافظ عليها بده كثير يتدرب. يتدرب تماما. نحن ناطرينك باعمال جديده ونشوف اسمك على شاشات. سجل هذا التاريخ في راس اليوم والوقت والتاريخ، ونحن على موعد بعد كم سنه. نحن هيك شايفين فيك نجم سوري جميل، رح ندعيك بس لبي الدعوه لو سمحت. اكيد 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 ان شاء الله بنتمنى نشوفك هيك باهم الاعمال وعلى شاشات التلفزيون، والتوفيق اكيد وتحقق اللي ببالك. شكرا لك. شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم وصباح يسعد صباحك الكادر. شكرا كثير لكم. شكرا للاخباريين.